وقال رافائيل بولس رئيس حزب مصر القومي إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت في الوقت المناسب بالنسبة للعمل السياسي بمصر. وأكد بولس أن دعوة الرئيس جعلت القوى السياسية تتحرك للبحث عما هو أصلح للمواطن في جميع مناحي الحياة. بلا شك دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت في وقتها فعلا، لأن هناك ركود أو كان ركود في العمل السياسي بصفة عامة، وتلك الدعوة حركت الأحزاب السياسية وحركت القوى السياسية معها وبعض المجتمع المدني في البحث عن ما هو أصلح للوطن وللمواطن في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعشان كده حزب مصر القومي اللي أنا بتشرف برئاسته، احنا قدمنا مجموعة أبحاث للهيئة الوطنية بالتدريب اللي هي كانت مسؤولة. يعني إذن هناك رؤية لحزب مصر القومي في المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟ رؤية مكتوبة.